يعني هاي الفقرة اليوم أنا يعني من بارح نحكي أنا عم بستناها, ويعني زي ما بيقولوها عم بستناها على نار, لأنه في بجانب الآن واحدة من القامات العلمية اللي تربينا على علمها الرائع, تربينا على نشراتها الجوية, واللي كنا نستناها بشغف ونستناها يعني لأيام, خصوصا النشرات اللي بتبشرنا بتساقط الثلوج والصوت والطلة, ويعني خلينا نحكي بترجعنا شوي للزمن الجميل. اسمحوا لي مشاهدينا الأعزاء عبر موقع طقس العرب وعبر برنامج جوك, أرحب معاكم يعني بالقائمة العلمية الدكتور الأستاذ جمال الموسى. دكتور جمال, أسعد الله صباحك, وإن شاء الله صباحك وصباح جميع مشاهدينا ومستمعينا. مشتاقين دائما لهاي الصوت, ولا مشتاقين دائما لهاي الطلة دكتور. يعني احنا نتشرف اليوم انه انت معنا عبر برنامجنا على الهواء مباشرة. لو رح نحكي بذكريات, رح نحكي بشغلات كثيرة, ورح نحكي بشكل موسع ومفصل عن يعني خمسينية الشتاء, ما انه احنا على اعتاب انه المربعانية تنتهي. فبدي بلش معك في الاسئلة. اول نحكي شوي عن مربعانية الشتاء. كثير اصطلحوا الناس, او في كثير ناس بفكروا انه الشتاء جزء الاكبر الابرد متركز في المربعانية, وخلاص اذا خلصت المربعانية يعني خلص الشتاء. هل يعني انتهاء المربعانية دكتور انتهاء الشتاء؟ طبعا لا, لانه اول شيء الموسم الشتوي يبدأ دائما في منتصف شهر تشرين اول, وحتى تقريبا منتصف شهر اربعة كافرج كمعدل هذا. وبالتالي لكن الجزء الأبرد اللي هو بداية فصل الشتاء أو الانقلاب الشتوي في نصف الكرة الشمالي عادة يحدث بحدود 22 ديسمبر أو 22-12 من كل عام, زائد أو ناقص يوم حسب السنة إذا كانت السنة كبيسة أو لا. السنة هاي كان الانقلاب الشتوي في نصف الكرة الشمالي في 21-12-2020, وبالتالي يعني بقي يوم أو يومين تقريبا من اليوم حتى انتهاء أربعينية الشتاء. هاي أربعينية الشتاء من السجلات المناخية عندنا في الأردن ومن معرفتنا في أجواء المنطقة ومناخ المنطقة لسنوات طويلة هي الجزء الأبرد, يعني أقل درجات حرارة. أيضا بالنسبة للهطول بنزل كميات أمطار حوالي 30% من المعدل السنوي العام. أيضا بتكون فيها تشكل المنخفضات الجوية, أكبر عدد ممكن من المنخفضات الجوية الجبهوية التي تشكل في البحر الأبيض المتوسط أو بالذات في شرق البحر المتوسط اللي بتأثر علينا. إذن هو الجزء المتطرف من الطقس دائما بيكون في أربعينية الشتاء, أنظمة جوية تسبب أمطار, درجات الحرارة أيضا معدلاتها متدنية. يعني أنا بعرف بشهر واحد معدل درجة الحرارة العظمى في مدينة عمان على سبيل المثال بحدود 11-12 درجة مئوية العظمى, ومعدل الصغرى بحدود 3 درجات مئوية. إذن درجات حرارة متدنية, هذا الشيء الطبيعي. وأربعينية الشتاء هذه, إذن يبدأ فصل الشتاء دائما من الانقلاب الشتوي ب 22 ديسمبر. أول شيء يبدأ في أربعينية الشتاء 40 يوم, هذا الجزء الأول. الجزء الثاني هو خمسينية الشتاء, هذا اللي احنا بدنا نحكي عنه دكتور. خمسينية الشتاء 50 يوم طبعا. يعني إذن حتى يحدث الاعتدال الربيعي, الاعتدال الربيعي بحدث في 21 آذار تقريبا من كل عام زائد أو ناقص يوم في الهاي حسب السنة في الهاي أو حسب الحسابات. هاي خمسينية الشتاء تقسم إلى أربع سعودات طبعا. هاي كل سعد من السعودات هاي 12 يوم ونص, وهذا ورد في الموروث الشعبي العربي صحيح. نعم. لأنه لم يكن عندنا سجلات مناخية قبل فترة من الزمن, يعني هو أصلا سجلات درجات الحرارة على مستوى العالم لا تتجاوز 200 سنة. نعم. بدأت سجلات درجات الحرارة عالميا سنة 1850 تقريبا صحيح. إحنا عندنا في الأردن أول سجل كان مطار عمان, مطار القدس أول سنة 1922, ثم مطار عمان المدني 1923, هو أقدم سجل مناخي وسجلنا عناصر الطقس المختلفة ولحد الآن موجودة. وبالتالي إذن هذا هو السجل المناخي الموجود عندنا.
فخمسينية الشتاء إذا تبدأ مع نهاية أربعينية الشتاء تقريبا السنة بتبدأ في 30/1/31 وبتستمر حتى 31/3. ممتاز دكتور. دكتور بدنا نحكي هلا مع بعض عن موضوع خمسينية الشتاء، أبرز الظواهر الجوية اللي صارت اللي ممكن نتذكرها مع بعض خلال خمسينية الشتاء. صار في ثلوج، صار في تراكمات منيحة، مش يعني انه بس الثلج بيجي في المربعنية الخمسينية بيجيش فيها ثلج، او بيجيش فيها مثلا زي ما حكينا احوال جوية، وزي ما حكيت انت وتفضلت هي قسمت الى موضوع السعودات عشان ما في سجلات مناخية. نحكي عن ابرز الظواهر اللي بتصير بخمسينية الشتاء دكتور. هلا اول جزء من خمسينية الشتاء اللي هو سعد الذابح. سعد الذابح في برودته وفي الانظمة الجوية المؤثرة فيه الى حد ما يشبه اربعينية الشتاء. من حيث البرودي، من حيث المنخفضات الجوية، من حيث الأمطار، وأيضا من حيث الثلوج. وشهر شباط عادة وعادة في السجل المناخي، وورد هذا في كتابي كوارث الطقس أيضا في فصل فيه عن العواصف الثلجية، إنه تحدث العواصف الثلجية في الأردن بنسبة 68% في شهري كانون ثاني يعني شهر واحد وشهر شباط اللي هو شهر اثنين. وهذه إذن تتركز. وشهر اثنين بتذكر سنة 1992 حدث في موسم 91-92 تعرضت المملكة لحوالي 25 منخفض جوي. ما شاء الله. في فترة في هذه الموسم تعرضت المملكة إلى 18 يوم مثلج. كان 11 يوم مثلج منها في شهر شباط. ومن أكبر وأعنف في الثلجات اللي أثرت على المملكة اللي هي الثلج اللي تراوحت في الفترة ما بين 23 شباط إلى 26 شباط. ولو نيجي نستعرض أيضا تاريخ الثلجات نوجد أنه شهر شباط حدثت فيه منخفضات جوية عميقة مصحوبة بكتل هوائية باردة وقطبية أدت إلى تساقط أمطار بكميات كبيرة وإلى تساقط الثلوج. يعني سنة 1980 في واحد إلى اثنين ثلاثة نهاية شهر اثنين وبداية شهر ثلاثة تعرضت المملكة لمنخفض جوي كتلة هوائية قطبية تساقطت الثلوج حتى كان التراكم في عجلون بحدود 120 سنتيمتر. ما شاء الله. في أيضا في 92 حدثت عندنا كميات كبيرة من الهطولات، يعني أستعرض معكم هاي حوالي كان عندنا في 83 أيضا كان في عندنا كميات لهطول الثلوج كميات كبيرة متراكمة. وأيضا عندنا كان يا سيدنا العزيز إذ 20 شباط 1983 كان تراكم الثلوج في عجلون حوالي 125 سنتي، 23 شباط 1988 وصلت في عجلون تراكم الثلوج حوالي 35 سنتي. زي ما حكينا سنة 80 نهاية شهر 2 وبداية شهر 3 كانت تراكم حوالي 120 سنتيمتر في عجلون. أيضا بتذكر من الذاكرة وأنا أبحث عن كتابة العواصف الثلجية في المنطقة وبنتذكرها وإحنا أولادي صغار لما كانوا يسألوا فلان وين تولد وكذا، ما فيش كانت تواريخ ميلاد محددة للناس. يقول فلان ولد سنة الثلجي كانوا يربطوها بس حدث سنة 1950 ما بين 4 إلى 7 شباط ثلجي كبيرة جدا. وأنا بعدين وجدت في الكتب الموجودة في دائرة الأرصاد الجوية البريطانية أنه فعلا سنة 1950 تعرضت المنطقة وشرق البحر المتوسط لمنخفض جوي عميق كتلة هوائية قطبية قادمة من الأقطاب، لأنه هاي أيضا الكتل الهوائية تقسم إلى قسمين، في كتل قطبية عالية القطبية جاي من خطوط العرض العالية هي الأبرد، وهذه بجوز بآخر 10 سنين لحد الآن للأسف لم
تصل لمنطقة شرق البحر المتوسط كانت من هذا النوع. وفي نوع الكتلة القطبية اللي أقل برودة اللي هي ما بين خط عرض 45 إلى 75، لكن الأشد برودة هي ما بين خط عرض 75 إلى 90، يعني من القطب دي. هاي النوعية من الكتل هي اللي أثرت سنة الخمسين. طيب دكتور، هذه حتى وصلت للساحل الفلسطيني. وصل في جبل كرمل ارتفاعها حوالي 50 سنتيمتر. ما شاء الله. وصلت في معظم مناطق المملكة الأردنية وفلسطين ولبنان والمنطقة إلى مستويات عالية جدا باستثناء البحر الميت، لأنه هي النقطة الأخفض وأعلى درجات الحرارة. دكتور، يعني أكيد كله بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. أكيد أنا والمشاهدين بس نسمع هاي الذكريات الحلوة وهاي السنين الحلوة، وبرضو كمان سنين التسعينات، يعني بكثير ثلوج ارتبطت بذاكرتنا. وين هاي المنخفضات اللي زي ما بيقولوها المنخفضات العالمية اللي ممكن تأثر علينا؟ المنظومة الجوية دكتور برأيك بتحليلك اختلفت؟ صرنا للأسف بجوز على أطراف هاي الكتل أو على أطراف هاي المنخفضات بالأردن. بنحكي عن من 6 سنين تقريبا أو من 5 سنين ثلوج خلينا نحكي بتراكمات صريحة دكتور، أو التراكمات اللي إحنا متعودين عليها من إحنا وصغار. عم نحكي هو منطقة تلاقي العلي كان يجي تراكمات أقلها 30 سنتي 35 سنتي، وأكثر كمان وأكثر. أقلها أنا. وين إحنا عن هاي يعني اشتقنا للثلج؟ الأردنيين فعلا اشتاقوا للثلج، اشتاقوا لصوت الدكتور جمال يطلع يقول منخفض قطبي يؤثر علينا وفي 3 جبهات هوائية وهاي الأيام الحلوة. برأيك المنظومة الجوية اختلفت؟ شو اللي صار؟ شو اللي منع؟ أكيد مشيئة الله سبحانه وتعالى، بس علميا شو اللي عم بمنع أنه إحنا نتأثر بثلجي بمعنى الكلمة؟ اشتقنا للثلج. إحنا عم نحكي عن 6 سنين دكتور. في الدراسات والأبحاث اللي تمت في الفترة الأخيرة، يعني أنا من الاطلاع بوجد أنه من سنة 2015 و2016 و17 و18 و19 5 سنين، وأضيف إلها سنة 2020 أيضا. أحر 6 سنوات منذ بدء التسجيل المناخي لدرجات الحرارة سنة 1850، وهذا دليل أنه في هناك احتباس حراري بسبب الاحتباس الحراري، وهذا الاحتباس الحراري أدى إلى بداية لتغيير مناخي، وبالتالي أدى إلى تغيير في الأنظمة الجوية المؤثرة على مستوى الكرة الأرضية. وبالمناسبة هذه الملاحظة مش بس عنا، أيضا موجودة في كثير من البلدان اللي كانت تتعرض إلى ثلوج والآن صارت مستوى الثلوج أقل. حتى الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة بسبب انبعاث الغازات الدفيئة التي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة قللت كمية الثلوج المتواجدة في الأقطاب وخاصة في القطب الشمالي، وبدأ قسم من هذه الثلوج ينصهر، وبالتالي في هناك احتمال يرتفع منسوب المياه، تزداد حموضة المياه أيضا. وفي إذا ظلينا على هالمنوال أو ظل العالم على المنوال هذا في انبعاث الغازات الدفيئة وزيادة تركيزها في العالم، ممكن أنه في جزر تختفي وبعض الشواطئ تختفي وبعض المدن الشاطئية أيضا تختفى. هذا كله أثر على المنظومة المناخ بشكل عام وعلى الأنظمة الجوية اللي بتأثر، وأيضا على الكتل الهوائية وبرودتها. صحيح. وبالتالي احنا دائما لما كان الفرق في درجات الحرارة ما بين دائما المي هي درجة حرارتها أدفى بسبب الحرارة النوعية إلها هي الأعلى، وبالتالي احنا بدنا كتل هوائية باردة تنزل من الخطوط العرض العالية من وسط أوروبا وشمال أوروبا إلى البحر الأبيض المتوسط حتى تشكلنا منخفضات جوية. هذا لحد الآن صارت فرصها قليلة، لكن بلاحظ حتى في الفترة الأخيرة المنخفض اللي بيأثر اليوم وغدا لم يتم له تغذية كافية من الهواء البارد من شمال أوروبا، بسبب أنه في عندنا الآن منخفض جوي عند البحر الأسود، منخفض جوي آخر شرق البحر الأسود، منخفض جوي آخر وسط أوروبا، منخفض جوي فوق بريطانيا، منخفضين أو 3 منخفضات جوية تتواجد في المحيط الأطلسي غرب بريطانيا. هذه الوضعية عملت زي حصر لتقدم أو اندفاع الهواء البارد القطبي باتجاه شرق البحر المتوسط، وبالتالي أضعف هذا المنخفض الجوي.
وصحيح هذا اتحرك وكنا متوقعين انه يتحرك شمال تركيا، لكن نتيجة لتدفق هواء بارد سيتكون سايكلوجينيسيس جديد او منخفض جوي جديد فوق جزيرة قبرص، كان مفروض انه يؤدي الى اندفاع كتلة هوائية باردة وهطول امطار في مختلف مناطق المملكة وتساقط الثلوج، لكن هذا خف وضعه لانه التغذية تبعته انقطعت بسبب وجود هذه المنخفضات الجوية في وسط اوروبا وشمال غرب أوروبا وفي الأطلسي أيضا، إنه إحنا كلنا مرتبطين بأيضا المنظومة الجوية حول الكرة الأرضية، وهي ويفز بتلف حول الكرة الأرضية، فإحنا مش ببعزل عنها، إحنا أيضا مرتبطين فيها إن شاء الله. بالإضافة إلى ظاهرة أخرى أيضا بتأثر على منطقة شرق البحر المتوسط، اللي هي ظاهرة اللانينا، اللي هي بتحدث تقريبا في المنطقة الاستوائية عند أمريكا الجنوبية قريبة من سواحل البيرو، مفروض يكون في حالة السنوات اللي بيكون فيها النينو، يعني بتكون شرق المحيط الهادي في هذه المناطق عند شواطئ البيرو بتكون هي الأبرد، وفي المنطقة الغربية بتكون هي الأدفأ، هاي ظاهرة النينو. إذا انعكست وصارت بالعكس، صار يعني عند شواطئ البيرو هي الأدفأ وفي للغرب هي الأبرد، هنا تحدث ظاهرة اللانينا. في هذه السنوات بيكون الموسم عندنا ضعيف تقريبا، هاي من الملاحظات المتكررة اللي كنا نلاحظها عبر السنوات الطويلة، لكن بيكون موسم مطر كويس وين في جهة الجزائر وجهة إسبانيا، ولاحظنا السنة انه كيف كانت منخفضات عميقة أثرت وثلوج وعواصف ثلجية في هذه المنطقة، لكن عندنا كان الوضع أقل ومعدل كميات الأمطار أقل. الله يجيب اللي فيه الخير دائما دكتور. حوارنا الممتع ما زال مستمر، رح ننتقل لفاصل سريع ونرجع نكمل مع مشاهدينا متابعينا الأعزاء عشان نكمل هذا الحوار الممتع دكتور. مشاهدينا فاصل سريع وراح نرجع نكمل معاكم، خليكم معنا. يلا حظك مش معك؟ مع عروض 404 المصممة بس لإلك مو محتاج حظ، اتصل على نجمة 404 مربع أو حمل تطبيق أمنية واختار العرض اللي بناسبك. أمنية انتمي. يا أهلا من جديد فيكم مشاهدينا الأعزاء، ما زلنا مستمرين بحوارنا الشيق والممتع مع يعني الدكتور جمال الموسى مستشار موقع الطقس العرب. دكتور لما أرجع أكمل بخمسينية الشتاء والسؤال عن موضوع الهطول المطري المتوقع إن شاء الله، نتمنى أن يعوض يعني النقص بالموسم، بدنا نرجع شوي لذكريات الزمن الجميل. أكثر ثلجة انت طلعت وتنبأت فيها وحكتوها على التلفزيون مرت بذكرياتها حلوة عليك أثرت فيك، وقصة مثلا هيك مرتبطة ب يعني قبل شوي حكيت لنا قصة صارت مع سوسن تفاحة مع الإعلامية الكبيرة سوسن تفاحة، قصة هيك ما بتنساها يعني لها علاقة بموضوع الزمن الجميل وثلجات الزمن الجميل، حابين هيك شوي نطلع برا موضوع شوي مع بعض. بتذكروا المنخفض الجوي اللي أثر ما بين 23 شباط إلى 26 شباط بأي سنة؟ سنة 92 سنة 92 هو من أعنف الحالات الجوية والعواصف الثلجية اللي أثرت على الأردن. فبتذكر كنت بعطي النشرة الجوية على الهواء مباشرة في الأخبار، وكانت المذيعة الست سوسن تفاحة تحية إلها طبعا الصحة يا رب. فكان المنخفض الجوي عند ليبيا
فبتذكر بعد ما او اثناء النشر الجويه فبتسالني بتقول لي كيف منخفض جوي عند ليبيا وبده يعطينا ثلوج. فبتذكرها جوابي كان إلها المنخفض الجوي هو الآلية، هو الموتور، هو الميكانيزم الذي يحرك الهواء. المهم الكتل الهوائية التي تندفع حول هذا المنخفض وتعمقه. فعلا كانت كتلة هوائية قادمة من وسط وشمال أوروبا اندفعت وعمقت هذا المنخفض الجوي وحركته إلى الشرق. فبقول الجمعة راح يكون الجو كذا، ارتفاع الحرارة، لأنه من تركيبة المنخفض الجوي في البداية بتكون جبهة هوائية دافئة وكتلة هوائية دافئة تؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة، بعدين القطع الدافئ، بعدين الجبهة الباردة. فالجبهة الباردة كانت الأحد، فقلت انخفاض ملموس على الحرارة، وصلت يمكن الجمعة 18 كانت، والسبت 10 الأحد نزلناها لثلاثة مع تساقط الثلوج، وفعلا تساقطت الثلوج في معظم مناطق المملكة، وتقريبا تعطلت معظم الأعمال في يوم الأحد، وكانت ثلج عنيفة، ووصلت تراكم الثلوج تراكمات كبيرة جدا في عمان وفي المرتفعات الجبلية طبعا مثل عجلون والشراه، وصلت فوق المتر، متر وخمس وعشرين، متر ونص في الشراه يمكن أعلى وصلت كمان. فهذه من الحالات الجوية اللي بتذكرها. ومرة أخرى بتذكر كان في ثلجي وبلشت الثلوج تنزل، كنا في شفت مسائي في مكتب التنبؤات الجوية التابع للأرصاد الجوية، فبيحكي معي مدير التلفزيون بيقول بدنا التلفزيون الأردني إننا نسجل نشرة جوية مباشرة، فشو رأيك تيجي؟ قلت له ثلوج والشوارع معبية ثلوج وأنا سيارتي صغيرة فبجوز أنقطع، وإذا انقطعت بتوصلون؟ قال لي تعال بس بنوصلك. فقلت له يلا. فجيت من إحنا مكتبنا كان في مطار عمال مدني في ماركة، فطلعت طريق وادي الرمم، فهناك اجت جنبي سيارة مصفات البترول كبيرة والدنيا زحليق وصار تجمد، درجة الحرارة حوالي صفر ومتجمد. فقلت انا اذا زحلق هو بيجي علي، واذا زحلقت ماجي تحته. فوقفت قلت لي ابعد عني شوي. ففعلا بعد شوي بعد رديت مشيت كملت المهمة، وصلنا وعملنا المقابلة وبعدين روحنا والله سطر في الهاي. ومرة كمان ثانية بتذكر أعطيت نشرة جوية، وحتى الشباب كانوا يقولوا خلص انتهت، بقول لهم لا لسه الليلة راح تبلش، وفعلا نزلت يمكن دوامنا بنتهي على 8، فأجى الشفت الليلي سلمنا للشفت الليلي، كانت الساعة 7:15، قلت خليني أنزل إيه ولا المحطة مسكرة، أنا بدي أطلع، كنت ساكن في جبل حسين بدي أطلع، لقيت عند جسر رغدان مسكرينها ممنوع فيش طلع، الثلج صار حوالي 30 سنتي في فترة زمنية قصيرة بس درجات الحرارة متدنية حوالي صفر. فروحت على البلد برضو البلد مسكرة، فالضابط الدورية شرطة هناك ضابط بعرفني مرة كنا طالعين على لندن تعرفت عليه بالطيارة، فبقول له بدي أطلع على الحسين، قال لي بتقدرش أمن السيارة وإطلع. فصفيت سيارة في كراج الأمان اللي بطلوع جبل عمان وطلعتها للحسين مشي. يا الله، وما كانش أيامها تلفونات خلوية، ما كان في شيء، فلقيت كان أولادي صغار لسه والأم خالي بتستنى، وصلت طلعت 7:15 مفروض أوصل 7:30 8 إلا ربع البيت، وصلت 11:30 بس كمية. من البلد للحسين طلعتها مشي مشي ماشي بعدين تغز الثلج حوالي 30 سنتي رجلي تغرز بالثلج وبعدين الهواء وانا طالع في شارع جبل حسين غربي كله يضرب بوجهي فصرت امشي بالعكس مشان الهواء يضرب ظهرك بالضبط. يعني صراحه دكتور اتفضل كمل. فوصلت الساعه 11:30 تقريبا، امي خافوا علي طبعا، اتصلوا بالمكتب قالوا لهم طلع طب وين؟ ما فيش، مش مبين. صحيح. بعدين ربك سطر الحمد لله وصلنا بالسلامة، بس كنا بردانين كثير الحمد لله. يعني شوف احكي لك شغله دكتور، هل يعني بتلاحظ انه حاليا الشعب الاردني مغرم بالثلوج؟ هلا في جزء مغرم بالثلوج عشان العطله ما اختلفناش، بس يعني جزء كبير مغرم بالثلوج. هذا الشغف بالثلج والمخفضات الجويه، مجتمع الجيل اللي قبلنا ابائنا واجدادنا كان عندهم نفس الشغف بتحس دكتور؟
أول شيء الثلج له فوائد كثيرة. من الفوائد أنه كثير بقتل من بعض الأمراض أو الحشرات التي تضر الزراعة وخاصة اللوزيات في شهر 2 و3 لما تيجي. اثنين بعطيك كميات أمطار ورطوبة للتربة ممتازة أيضا. وثلاثة أنه هي من الحالات النادرة جدا الثلوج في الأردن. صحيح. يعني معدل تساقط الثلوج ما بين 0 إلى 3 مرات حدوثها في السنة في العام الواحد، هذا كمعدل. لكن فوق المرتفعات الجبلية ممكن توصل بين 3 إلى 5 وبغض النظر عن التراكم. فكنوع من التغيير أيضا بنبسطه، وإحنا صغار كنا نحب نطلع نلعب، بالإضافة للعطلة، بالإضافة للقعدة في البيت، للدفى، للكستنة. ما كانش أيامها تدفئة مركزية، كانوا حطوها الصوبات يسخنوا الخبز، يسخنوا كستنة، يتسلوا الناس. فكانت فعلا إلها ذكريات جميلة وينبسطوا فيها الناس في هاي. فالثلج من الأيام الجميلة فعلا، بالإضافة إلى أنه بعطيك كمية أمطار ممتازة، كمية مياه ممتازة، ونحن بحاجة للمياه. صحيح. هذه أيضا من فوائد الثلوج. لكن بدك تأخذ بعين الاعتبار وسائل التدفئة الآمنة، بدك تدفى مظبوط، تلبس مظبوط، تسكر البيت مظبوط، ما تطلعش إلا بالحاجة للأمور الطارئة أو الضرورية، مش زي لما صار في أحد العواصف الثلجية يمكن بال 2015 أو 2013، لا أذكر هي جنى ولا هدى ولا أليكسا، في أليكسا كمان لما طلعت الموجة الثالثة والناس طلعوا. أيوة. وصاروا يلعبوا ويتفرجوا رغم أنه تنبيهاتنا كانت في طقس العرب. صحيح. يا جماعة في لسه جاي الثلج، وتقطع السبل بحوالي 150 ألف سيارة، في ناس ضلوا برا وانحشروا تلك الليلة. مع وأيضا أغلقوا الطرق للدفاع المدني، للإسعاف، للحالات الطارئة. حتى وزير الداخلية بتذكر أيامها ما قدرش لأنه سكرت الشوارع، كمية ثلوج كبيرة، السيارات معبية الشوارع، توقف السير، حتى الطرق اللي فتحت ما قدروش يوصلوا للأماكن اللي مفروض يوصلوا لها. طبعا هنا لازم الناس دائما لما يكون في حالة مثل هذا يسمعوا إلى التنبيهات الصادرة من طقس العرب، واللي بتقول لهم انتبهوا احذروا كذا. وإحنا بنعرف عندنا عرف بالأرصاد الجوية، كأرصاديين إحنا بنقول دائما حتى إذا في حالة جوية ينتج عنها بعض الكوارث أو غير طبيعية نبه عنها، حتى لو ما حصلتش نبه عنها وقولوا الناس انك غلطت، احسن من انه ما تتنبئش عنها وتحصل، لانه بتكون الاضرار تبعتها اكبر. وبالتالي من ناشد الناس انه حلمكم علينا شوي شوي، ارحمونا شوي شوي. أنا بدي اسالك عنه، يعني السؤال اكيد يعني احنا بنضل في اطار علم توقعات. للاسف كثير بنشوف تعليقات من الناس طيرتوا بركة المنخفض، نقيتوا على المنخفض عشان هيك المنخفض طار، قد ما بتنقوا الثلج طار. وهذا أنا يعني في تجني على الله سبحانه وتعالى، إنه يعني أنا مش فاهم كيف طاقة البني آدم أو نق البني آدم ممكن يأثر على مشيئة الله سبحانه وتعالى. دائما الله أعلى وأعلم، دائما مشيئة الله سبحانه وتعالى أكيد فوق أي مشيئة أو أي إرادة ممكن إحنا كبشر نريدها. فالبشر بالنهاية ما لهم تأثير. لا تقول لي طيرت بركة المنخفض، ولا تقول لي نق على المنخفض. وللأسف كثير نشوف تعليقات سلبية. إحنا بالنهاية قدامنا خرائط عم نقرأها، عم نعطيها للناس، عم نعطي توقع أولا بأول للناس. بدي أسألك دكتور، ايام زمان، لانه الناس دائما بتقارن ايام زمان، وين ايام هلا؟ ايام زمان كان يطلع جبال الموسى يقول في ثلج قبل 6 7 ايام وتزبط معاه، ليه بطلت تزبط معاكم؟ انتم بطلت تزبط معاكم؟ بدنا نعرف ايام زمان هل في كان توقعات دكتور مثلا لثلوج تيجي وتم الاعلان عنها واختلفت التوقعات؟ كيف كان تعامل الناس؟ طبعا مش طبيعي، مش طبيعي جدا. نعم. انه دائما في هامش للنشره الجويه. هلا وصل لسه الان متطوره كثير النشره الجويه، لسه وسائل التنبؤ الجوي وطرق التنبؤ الجوي بالسبعينات والثمانينات حتى كانت تختلف كليا. يعني اقصى حد كنا بيجينا فاكسيميلي نستناه لثلاث ايام. نعم. ويجي نقعد النشف لما نتطلع، وتيجي الأردن بطرف الخارطة لما تيجي لثلاث أيام، تخيل، ونعطي التنبؤ لسبع أيام.
الآن عندك نماذج عددية كبيرة نيوميريكال وذر بريدكشن كثير بتعطيك بالأرقام كم المنخفضات الجوية، قيم الضغط الجوي، درجات الحرارة، كميات الغيوم، الهطول، نوع الهطول، يعني صارت أسهل. ومع ذلك كنا نغلط، مش ما كناش نغلط، وكثير كانوا علقوا علينا، شايف كيف؟ ففيها مش خطأ، ممكن كانت النشرة الجوية دقتها 90%، الآن فوق 95%، فيها مش، لأنه أنت تتعامل مع جو مفتوح، غلاف جوي مفتوح. يعني أنا بتذكر قضية صارت معي وأنا صغير في سنة أولى في الجامعة بقسم الفيزياء، عملت تجربة تسارع الجاذبية الأرضية، طلعت معي اضرب كذا وقسم كذا، بعد التجربة بطلع معي 957 سنتيمتر لكل ثاني تربيع. رحت انا ما عجبتنيش هاي، حطيتها 979، قربت هي 980. فانبسطت، قلت والله بجيب 9 من 10 10 من 10، كيفتها حالي. بعد الاسبوع المختبر اللي بعده لقيتها 6 من 10، حطت للدكتور فرجعته فبيقول لي لا انا شغلك مزبوط ومرتب، بس انت حطيت 979، هي 957، لو اجى نيوتن محلك راح يطلعها هيك، مش راح يطلعها 979. ليش؟ لأنه في أنت موجود في مختبر، في غرفة، في متغيرات، في أجهزة القياس، في عندك الظروف، الضغط الجو كله بيختلف، وبالتالي بدي تناقش ليش طلعت 959. هذا إذا في جو مختبر محصور وفي نسبة خطأ، فما بالك لما غلاف جوي وكرة أرضية، إذا في هناك نسبة أخطاء ويجب أن تكون. وبذكر كمان شغلة ثانية، بجوز الناسا وكالة الفضاء الأمريكية عندها أحسن علماء أرصاد جوية وفي علم الداينامكس والنماذج العددية الرياضية الدقيقة جدا، ومع ذلك بيكونوا محددين متى ينطلق مكوك الفضاء ومتى ينزل. لكن كثير كنا نسمع بالأخبار تأجل مكوك الفضاء بسبب سوء الأحوال الجوية. صحيح. طب ما هم علماء. صحيح. علماء وكلهم في المهنة هاي. ليش؟ لأنه الجو مفتوح وغلاف جوي كبير صعب تحصره إلا يظل فيه نسبة خطأ. وبالتالي إحنا نتكلم علم، وعلم الأرصاد الجوية هو من العلوم وليس علم غيب، أنه أنت تراقب شيء موجود وتتابع شاكي. يعني مثل الآن لما الحالة الجوية اللي صارت، مزبوط منخفض جوي راح من تركيا، صحيح، لكن نتيجة تدفق هواء بارد سيتكون منخفض جوي عند قبر، وراح يتكون بكرة وراح يأثر علينا، وتجينا كتلة هوائية باردة وقطبية وتنخفض درجات الحرارة كثير. لكن انقطعت التغذية عنه بسبب وجود المنخفضات الجوية في أوروبا، إذن في صار تغيرات، في صار يعني صارت في أوروبا وصارت في غرب أوروبا وصارت في الأطلس تغيرات. إذا أنت في عندك متغيرات كثيرة. لما كنا ندخل مكتب التنبؤات يقعد لواحد ساعتين يدرس الوضعية والشفت اللي قبله، يعطيه بريفينج عن الحالة الجوية حتى أنه توصل كل العوامل والمتغيرات يجمعها حتى يستطيع أن يتنبأ بدقة، لأنه ممكن عامل واحد مرات توقع فيه خطأ. صحيح. إذا هنا لازم، يعني أنا بدعو الناس جميعا، يعني حلمكم علينا شوي، في هناك نسبة أخطاء مقبولة. وأيضا النشرة الجوية تحتوي على عدة عناصر، تحتوي على النظام اللي بيأثر، تحتوي على درجة الحرارة، تحتوي على الهطول، نوع الهطول، على الرياح، على كذا، إذا تعطيك عدة عناصر. مستحيل نغلط في كل العناصر. لكن إحنا شو اللي بيصير؟ يعني أنا مرة قبل سنتين بتصور دخلت محل فبيقول لي وين الثلج والدنيا قاعدة بتندف وسنو فليكس، بقول له هيا نازل الثلج، بقول لا هذا مش ثلج بدنا نعطل. فارتبطت في ذهنية الناس انه دائما يعني ثلج يعني معناته في عطلة، يعني معناته لازم نعطل بغض النظر. طب ما في منخفض جو، في كتلة باردة، في كتلة قطبية، في هطول، في امطار، في ثلوج، خلص. فاذا ما اجاش الاشي على مزاجه هنا بصير ينق الناس، وإذا ما أجاش فوق راسه بدك تعرفه قديش ارتفاع بيته وقديش ارتفاع منطقته وقديش ارتفاع كذا، وإذا ما أجع باب بيتهم وإذا ما عطل معناته في شتل. هذه لا يا جماعة، صح. فيه بدنا يعني نأخذ ونعطي فيه. صح.
يعني دكتور نتمنى ان الامور تكون 100%. نقاش يعني رائع جدا، مستمتع جدا انا عم بتناقش وياك وعم بسمع منك دكتور، يعني الاشي رائع جدا. يعني نهايه باخر سؤال بدي اختم، بس قبل السؤال هي بذكر مرة كنت بعطي نشرة هون بطاس العرب، فقلت يمكن الحرارة بجوز 17-18 مش متذكر الرقم بالضبط. فواحد من اللي بعلكوا شو بيقول، يعني انت مش عارف 17 ولا 18؟ لما انا في زي وارصاد جوية بعرف لما اقول فيش اشي دقيق 100%. احد النظريات والفرضيات اللي اعتمدها اينشتاين في نظريته النسبية بيقول لك لا يوجد شيء دقيق 100%. صحيح. يعني ممكن تقول انا بجيك الساعة 4، ممكن 4 دقيقة او دقيقتين امام او خلف، يعني زائد او ناقص. ليه؟ انه بجوز يكون خلل بالساعة، خلل في نظري، خلل في كذا، في اشي في نسبة بعدين هي تتغير من منطقة الى منطقة، في زائد او ناقص درجة او درجتين. فانت تعطيه تقريبا بتكون بهالحدود هاي. فهنا يعني بدنا نتقبل وهذا الوضع العلمي، مش انا مش عارف. انا سهل اجي اقول لك والله 15 ولا 20 ولا كذا، لكن في هناك مجال زائد او ناقص في هامش. 100% دكتور. خلينا نحكي عن المنخفض الجوي القادم اللي راح يأثر علينا يوم غد الجمعة. هل رجعت فرص الثلوج؟ هل راح يكون منخفض عادي مطري؟ نحكي تفاصيل أكثر عن منخفض يوم الجمعة دكتور. هلا الوضعية الحالية اليوم الخميس نبدأ مشان نعملها استمرارية، وفي منخفض جوي عند تركيا وامتداد يؤثر علينا ومصحوب بكتلة هوائية باردة. طبعا واضح الآن الكل بيشاهد انخفاض على درجات الحرارة، تكاثر الغيوم، سقوط الأمطار خاصة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وأيضا لأنه في رياح غربية رطبة، ايضا في ضباب وفي الشابورة تكونت، تدنى مدى الرؤية الأفقية في كثير من المناطق صباح هذا اليوم وخاصة المناطق الجبلية. وزي ما حكينا اندفع كتلة هوائية باردة خلف هذا المنخفض الجوي، لكن انقطعت التغذية لها، لكن ظلت موجودة في المنطقة. هذه راح تكون منخفض جوي جديد عند قبرص غدا يبدأ يأثر علينا، وهذه الكتلة الهوائية الباردة اللي اندفعت نحو شرق البحر المتوسط وانقطعت عنها التغذية ستؤثر علينا مع هذا المنخفض الجوي، تؤدي إلى اشتداد سرعة الرياح، ممكن يكون في المناطق الجنوبية في البداية إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية، عندنا في المناطق الشمالية والوسطى يكون في أمطار، لاحقا تنزل الأمطار في المناطق الجنوبية أو تحدث الهطولات، انخفاض آخر ملموس على درجات الحرارة، يعني امبارح وصلت الحرارة عظمى فوق ال 17-18 درجة، اليوم نتوقع توصل بحدود 12، إذا في حوالي انخفاض 6-7 درجات عما وصلت إلى يوم أمس، يعني اليوم بتكون حول معدلها في مثل هذا الوقت من السنة تقريبا. غدا الجمعة في انخفاض آخر تقريبا 3-4 درجات وممكن يوصل 5 في بعض الأماكن، وأيضا اشتداد الرياح وانخفاض الحرارة، تكاثر الغيوم، سقوط الأمطار في المناطق الشمالية تمتد لمناطق الوسطى، أيضا هناك فرصة لتصاعد تساقط ثلوج على قمم الجبال العالية خاصة جبال الشراء وبعض يعني المناطق عمان والمرتفعات الشمالية، ممكن تكون أمطار ممزوجة بالثلوج لكن غير متراكمة، غير متراكمة ودرجات الحرارة متدنية. هذه الوضعية بتظل مساء يوم الجمعة تقريبا، بتخف الهطولات مساء يوم الجمعة، ويوم السبت تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة اللي هي من أصل قطبي، وأيضا بتكون الأجواء باردة غائمة، الأمطار خفيفة اللي بتمطر بشكل قليل، لكن إن شاء الله اعتبارا يوم الأحد ارتفاع على الحرارة بتوصل حوالي يعني يوم الجمعة والسبت تكون بحدود، يوم الجمعة بتكون بحدود 5-6 درجات، السبت تكون بحدود 7-8، لكن يوم الأحد تطلع على 12-13، والاثنين والثلاثاء القادم بتكون الأجواء تقريبا دافئة نسبيا، وبترجع إلى الرياح إلى جنوبية شرقية، هاي بتكون دافئة عادة في مثل هذا الوقت، ممكن توصل بحدود 17-18 درجة يوم الاثنين والثلاثاء القادم. يعني أمامنا أيام دافئة، يومين ثلاثة دافئات دكتور. نعم. وممكن يتجدد أيضا منخفض جوي مساء يوم الأربعاء القادم والخميس والجمعة القادم، إن شاء الله يتجدد هطول الأمطار إن شاء الله رب العالمين. عم بسألون دكتور على البث المباشر عن طقس العقبة يوم غد، برضو كمان بارد حيكون طقس العقبة؟
هي الكتلة بتأثر على كل مناطق المملكة، لكن هناك بيكون بشكل أقل العقب، يعني ممكن توصل ل 18 19 20 الحرارة بتكون العظمى، والصغرى بحدود 10 درجات، يعني بتكون أحسن بكثير من المناطق الوسطى والشمالية وعمان طبعا. يعني اللي بده يهرب من جو عمان يهرب على العجل، بهرب على العجل وممكن بعض الأمطار الخفيفة، وممكن يكون بكرة لأن تكون الرياح جنوبية في خليج العقبة يكون البحر شوي مائج، ارتفاع الموج وسط تقريبا، لكن يوم السبت إن شاء الله يميل إلى أنه يصبح البحر هادئ وتصبح الأجواء كويسة مع ارتفاع آخر، يعني ممكن تكون يوم السبت بحدود 21-22 في العقبة العظمى، والصغرى بحدود 12 درجة، لكن الأحد بترتفع كمان مرة أخرى، ممكن توصل 23-25 العظمى، والصغرى لحدود 14-15 درجة. إن شاء الله الله يجيب اللي في الخير دكتور. يعني الوقت مر بسرعة ما حسينا فيه وإحنا معك على الهواء مباشرة. نقاش رائع جدا، رجعتنا للذكريات واستفدنا من المعلومات اللي حكيت لنا اياها على الهواء مباشره. بدي اشكر وجودك دكتور، ان شاء الله لنا لقاءات قادمه معك ان شاء الله، وبدناش تحرمنا من هالطلب، بنضل نشوفك دائما دكتور معنا وبلاد طقس العرب احنا موجودين 100%. الله يسعد صباحك ويسعدك، شكرا لك.